في ركن مسافة لعدد اليوم لن نسافر برا، بل سنغوص في شاطئ الحمدانية بشرشال لاكتشاف آثار غارقة بالمنطقة. تقول الرواية والعهدة على الراوي إن صيادا يدعى حمي عبد الرزاق هو الذي اكتشف مصادفة منذ سنوات هيكل سفينة غارقة أثناء بحثه عن دودة خاصة يستخدمها في الصيد. وهنا سنكتشف بأن السفينة لم تكن تحمل حجارة مسقولة، بل حملت تاريخ المنطقة وغرقت. ليأتي فريق بحث من مخبر الدراسات التاريخية والأثرية بالمركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازا من أجل الغوص في أعماق البحر ليرفعوا لنا بأبحاثهم سفينة محملة بتاريخ الجزائر القديم. أكسجين البحث العلمي يدفع غواصي الآثار الغارقة لمواصلة الكشف عن تاريخ الجزائر المغمور في الماء. هنا بشاطئ الحمدانية يتقدم الباحثون للغوص في أعماق تاريخ يعود إلى الفترة الرومانية بمنطقة شرشال. بحريات أثرية بمنطقة الحمدانية والتي تحتضن كذلك موقع الجزر الثلاثة، موقع الجزر الثلاثة الذي هو موقع مصنف معروف. إضافة إلى الموقع يوجد حطام سفينة في نفس الشاطئ والذي قمنا باكتشافه في 2021 بعد تصريح اكتشاف لغواصين وصيدين. سوف نقوم من خلال دراساتنا بكتابة تاريخ هذه السفينة. حمولة السفينة التي أثقلتها حجارة أدت إلى غرقها في موقع الجزر الثلاث تطفو اليوم على السطح محملة بتاريخ المنطقة القديم، وهذا بعد جهود قام بها ثلاثة باحثين يتنفسون تحت الماء كل ما هو أثري. العملية التي نقوم بها اليوم هي عملية نوعية كانت سبقتها مجموعة من العمليات السابقة في شاطئ الحمدانية من خلال جرد بعض الممتلكات الثقافية المتواجدة في هذه المنطقة. من خلال يعني العمليات التي قمنا بها نجد بأنه قمنا باستكشاف سفينة غارقة تعود إلى يعني فترة قديمة، ما لم نحدد بعد فترة للتحديد، ولكن نحن دوما في صدد الدراسة والبحث وكذا القيام بمجموعة من العمليات من خلال لدراسة جميع المعطيات وتحليلها لإعطاء يعني النتائج النهائية إن شاء الله. كتابة التاريخ تحت مياه البحر الأبيض المتوسط هدف فرقة مخبر الدراسات التاريخية والأثرية للمركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازا. في عمق التاريخ لا تقاس القطع الخشبية لهيكل السفينة الغارقة بالسنتيمترات بل بالقرون. البقايا المتواجدة بهذا الشاطئ الذي له علاقة مباشرة مع موقع الجزر الثلاث الذي يحتوي على مثلا حمامات تعود الفترة القديمة أو مصنع الجاروم أو أحواض تمليح بما يعرف بإنتاج صلصة الجاروم قديما، بالإضافة إلى مجموعة من البقايا الأثرية التي كانت لها صفة مباشرة مع هذا الشاطئ. وكي نقولوا الموقع الحمدانية يعني نهضر مباشرة على مدينة شرشال خصوصا في الفترة الرومانية وازدهارها. أمواج النسيان لم تحرك الحجارة المسقولة القابعة على عمق قريب من شاطئ الحمدانية، حيث تموضعت باختلاف أشكالها وأحجامها الواحدة فوق الأخرى لتشيد بذلك جدار صد يحمي الآثار الغارقة من وحل الإهمال. وجود كاسرة رصيف في الجهة الشرقية من شاطئ الحمدانية وبقايا سفينة كانت محملة بأحجار مسقولة يؤكد النشاط التجاري بمنطقة شرشال التي كانت عاصمة موريتانيا القيصرية سابقا، وبقلم الرصاص تدون الجزائر تاريخها حتى تحت الماء لأن العراقة لا تمسحها قرون من الزمان.